ينضم معنا لمزيد من التفاصيل الأستاذ نعيم العشيبي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نعيم، بداية مرحبا بكم. تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس، ما الداعي لذلك؟ الصوت ليس واضحا لو سمحت، هذا السؤال. هل الصوت واضح؟ أيوة نعم نعم. تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس، يعني نتساءل ما الداعي لذلك؟ ما الذي تغير بعد ساعات من الهدوء؟ بداية سيدي الكريم، يجب أن نعلم أن دخول يعني القوات المسلحة والمجموعات المسلحة إلى طرابلس أصبح يعني شبه أمرا حتميا، لا سيما وأنهم في الدخول الأول كانوا قد سيطروا على أجزاء من جنوب مدينة طرابلس، وبالتالي وضع القدم أو موضع القدم في طرابلس من الصعب اليوم أن يتم التراجع عنه. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن نعلم أيضا بأن بسبب يعني مدينة طرابلس بحكم أنها يعني عاصمة لليبيا، وبحكم أن النظام مركزي وكل أموال الدولة الليبية وكل مساراتها وكل يعني إجراءاتها القانونية والإدارية في ليبيا كلها تعود إلى طرابلس، بالتالي أصبحت طرابلس هي محل أنظار كل القوات أو كل القوى المسلحة في ليبيا، سواء شرقا كما لدى حفتر أو غربا لدى اللواء السابع وغيرها من الصراع اليوم هو الصراع على السلطة، هو الصراع على السيطرة على زمام الأمور الاقتصادية والمادية والمالية بصفة عامة. ما الذي تريده الأطراف المتنازعة في طرابلس؟ الأطراف المتنازعة تريد أن تسيطر على طرابلس لكي تمتلك هي زمام الأمور في طرابلس، تمتلك مصادر يعني الثروة الليبية في طرابلس. نعلم أن ليبيا المركزي والمصدر الوحيد الذي يأتي منه تصدير نفط وعائدات النفط في طرابلس. كل شيء اليوم النظام المركزي في طرابلس هو الذي يدعو القوات، كل هذه القوات المسلحة وكل الميليشيات أو المجموعات المسلحة لأن تكون لها جزء من الكعكة ونصيب من 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 هذه الثمره. وبالتالي ايضا يبدو ان هناك يعني شبه اتفاقات دوليه وخارجيه، طيب، بان يكون هناك تقسيم او انقسام. هناك نعم. هناك يعني مقررات للمبعوث الاممي لليبيا، ما الذي يمنع من تنفيذ هذه المقررات؟ والله انا ارى ان البعثه الامميه يعني ما تقوم به هو شيء من التمطيل والتأجيل أكثر من الحسم وتفعيل الأمور. يبدو أن هناك رضا ولو شبه يعني شبه ظاهر على ما يحدث في طرابلس. هناك تغيير، ربما سيكون تغيير سياسي كبير ستشهد ليبيا بما ستشهد أيضا العاصمة طرابلس في الفترة القادمة. هناك تغيير للعبة. نعلم أن المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي لم يبدي نجاحا كبيرا في السيطره على ليبيا وفي وضع الاستقرار في ليبيا، وبالتالي لا تزال هناك تقلبات، اضافه الى ان الدول الداعمه للاطراف المتصارعه في ليبيا لم تتفق فيما بينها على وضع او على مسار سليم في ليبيا، ولذلك لا يزال الخلاف. وبالتالي كل يعني كل دوله او كل مجموعه تدعم طرفا من هذا لغرض مآربها. عدم الاتفاق الخارجي او عدم الاتفاق الدولي على وضع ليبيا واستقرارها هو ما يجعل حالة الأزمة مستمرة وحالة تصاعد النزاع مستمر في ليبيا. نعم، شكرا لك استاذ نعيم العشيبي الكاتب والمحلل السياسي الليبي.